والحمد لله كما شفتي المقابله ما كانت سهله صراحه. دخلنا عازمين باش نجيبوا واحد 3 النقاط مدينه الدار البيضاء. كما شفتي المقابله سجل علينا الهدف في 10 دقائق الاولى، اللعابه حتى واحد ما حط يده، بقينا مامنين اننا غادي نرجعوا في المباراه. كما شفتي سجلنا التعادل، تمارك علينا الهدف الثاني، ولكن بقينا مامنين باننا غادي نربحوا هذا الماتش لاننا جينا باش نحققوا 3 النقاط. كما شفتي ما رجعناش للوراء، بقينا مامنين خصنا نربحوا لان هذا الفوز غيخلينا حنايا نرتاحوا نسبيا في سلم الترتيب. كنشكر اللعابه على هذه القتاليه اللي قاموا بها اليوم، كذلك الطاقم التقني والطاقم الاداري والجمهور اللي صراحه حنايا كنبغيو نهديو لهاد 3 النقاط اللي ما كانت سهله صراحه امام فريق كبير اللي فريق الرجاء البيضاوي، اللي كما شفتوا مقابله هما اللاعبين عندهم اسم كبير في البطوله. الحمد لله اللاعبين ديالنا حتى هما قاموا بواحد المباراه اللي كبيره. كنبغي نشكرهم وكنبغي نشكر الجميع، ونتمنى من الله من هنا الامام فريق اولمبيك اسفي يزيد الامام ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله باذن الله.